يو شوف اخباركم اهوالكم اليوم الفيديو بكل بساطة قدرت احصل سكين جيسي يب يب سكين جيسي تبع البطولة اللي هو مجاني فانا واحد من اللاعبين فينا نقول جبت السكين من تاني يوم هذا نوع ماشي نادر في عالم جابتهم اول سكين بس اغلبهم صينيين بس تاني يوم من العرب قليل تلاقي عالم جابتهم تاني يوم بس انا شخص كنت فاضي لدرجة اني شفت البس من اول ولاخر وصوت على كل شيء وعملت كل شيء صح فقدرت اجيب هذا السكين فموضوع اليوم بكل بساطة حنجرب هذا السكين وحنشوف لو هذا السكين بيستاهل انك تعمل هذا الدعم اوكي بداية انا كتير متحمس خليني اول شي اخد دول 100 نقط نجوم ابو كلبة من اي فايدة بس تبرع مظاهر ليتس جو دود كيوت السكن من برا كتير بيستاهل السكن من برا كتير بيستاهل لانه عن جد كتير رهيب من برا اوكي يا شباب اوكي وين جيسي بس اريد اشوف السكن عليها دود ليتس جو شوف الكيس بس شوف الانيميشن شوف الكياتي الله شكلها بتصير الكراش الجديده بس مش كثير صغيره جيسي يعني ما يمشي حال تصير كراش على بنت عمرها اقل من 18 سنه اعتقد ليتس جو اريد اشوف افكتات السكن على حسب اللي شفناه اوه شوف الضربي تحسها كوكب عم ترمي كوكب واو يا الضربي يا شباب الضربي تبعتها كثير اوبي لا ريلاكس طب ريلاكس مورتيس ريلاكس لا تتحمس كثير يا شباب الضربي تبعتها لها افكت او ضربي كثير كبيره خلني ارمي هي هيك تمام اوب لا لحظه ايش صار انا غبي اعتقد اريد يا شباب اريد اشوف الدبابه نفسها ما قاعد اشوفها لك لا طب ليش خلص الجيم بكير انت ايش متحمسين قاعد اجرب سكن اوكي هالمره خلاص هالمره بليز شباب اوكي هالمره بليز خلني اجرب الدبابه لانه هلا لحد لا ما شفت افكتات الدبابه نفسها سب انت يا مضنا كلها معرقه شلون الحجي خدك دوت بس ريلاكس طيب يا شباب اذا ضربناها هيك يعطيها اي حتى الضربات الصغيره لها افكتات اوكي انا حبيت انا السكن كثير حبيته خاصه انه ببلاش تمام اوكي انا فكرت انه مورتيس قاعد يدعم عليه بس سكنات او افكتات لضربه السوبر وافكتات لضربه جيسي وغيرك تقدر تغير شكل جيسي فهذا السكن اقل شيء بيكون سعره 150 جوهره فانت لما تسوبر سيل عطنا سكن حقه 150 جوهره ببلاش تمام شوف لا بس حاجه يعرف بس كرمال الله كافي تعرف والله جاي نتسلى ريلاكس والله ريلاكس اوكي خليني اهيلها هيك لانه هي بزون كثير كيوت تمام سوبر كثير كيوت اوكي شوف الضربات والله تحسها كوكب كامل كانك عم تضرب دائره كثير كبيره تمام حسيت الضربه نفسها كبرت والله حسيت الضربه نفسها كبرت اوكي مورتيس اهم شيء اخذ انتقام من مورتيس خليني اعمل هيك انا هيك بعدين ستو يا الله ستو مورتيس بالله عليكم مين ياخذ ستو مورتيس؟ لا نايس اقول لك قدامك جيسي حجم الضربه تبيتها شوف تحطه بالوسط اوكي شباب اوكي بيبي روحي نايس بيز نفس نايس دود السكن واو السكن السكن مجاني صار 150 جوهره حرفيا هذا السكن مستحيل يكون صار 150 جوهره مستحيل لانه السكن كثير حلو افكتات افكتات للضربي افكتات للشكل انيميشن جديد لجيسي هذا السكن مستحيل يكون صار اقل 150 جوهره يا شباب اوكي خلني اجرب مودات ثانيه يا شباب اريد اشوف قوه جيسي مع السكن هي اوريدي القوه ما بتفرق بس انه ما اعرف حابب اجرب جيسي باماكن اكثر ريلاكس سبراوت يا اخي شد اكره شخصية سبراوت بالله عليكم اوكي نايس تارا بشويش يعني شباب قاعدين نلقم بالجواهر لانه الماب كثير ابو كلب يعني متى كان في هيك ماب براو ستارز الماب كثير ابو كلب تمام والله كثير ابو كلب القم بس صبر هيك اعطيها هيك اضرب شفتوا فرق السكن؟ هي جيسي نوب وغيرك انا معي سكن ومعرق فخلاص جي معي سكن لا خلاص كافي اضربها سبراوت ارحمها سبراوت يعني شباب قاعدين نلقم بالجواهر لانه الماب كثير ابو كلب يعني متى كان في هيك ماب براو ستارز الماب كثير ابو كلب تمام؟ والله كثير ابو كلب القم بس صبر هيك اعطيها هيك اضرب شفتوا فرق السكن؟ هي جيسي نوب وغيرك انا معي سكن ومعرق فخلاص جي معي سكن لا خلاص كافي اضربها سبراوت ارحمها سبراوت
طب خد صبر تاني بس. الجوم الجوم والله لا ضل اعطيها دم. لا طب ريلاكس دود، ليش كده معصبين منها؟ ضرب عليها 7 ضربات. اوكي نايس نايس، بس فوق هياخد جواهر، فوق هياخد جواهر. يا الله التيم ضدنا، يا الله شتكم منكم. كلاب جبنا جوهرة، جبنا جوهرة، جبنا جوهرة. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. لا اوكي كويس، ما مت ما مت ما مت ما مت ما مت. نايس 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 نايس. فيصل ريلاكس، فيصل ريلاكس، فيصل ريلاكس. وين رايحة مع الجوهرة؟ وين؟ شوف السوبر ايه يعطيهم. خذ هي خذ هي خذ هي، لا تموتي لا تموتي لا تموتي لا تموتي. الله عليك يا كارل. كف كف، ارجع 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 ارجع. ريلاكس 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 دو جي جيز ليتس جو. يا اخي انا كثير منبهر بالسكن، حتى ممكن تلاقيني عم برفع اليوم جيسي، لانه عن جد كثير كثير عجبني السكن، والله كثير كثير عجبني. خذ لك بدهم مسويين معرين. ليه ياخذوا ميج؟ مين سياخذ ميج؟ ميج شخصيه كثير قويه، لازم ما تاخذوا الشخصيه قويه. تمام نحن جايين ناخذ جيسي وناخذ شخصيات كيوت، انتوا اخذوا ميج. اوكي اوكي ريلاكس ريلاكس. شوف شوف تعالي لحالي بالوسط، لحالي بالوسط. انا لازم اهم شيء اهتم بالسوبر تبعي، لازم ما تموت. تمام خد خد خد، يلا اضربوها اي اضربوها اي، حطوا كل شيء عندكم ضربات عليها. بالله عليكم ريلاكس عليكم. نايس ايم نينجا، نايس ايم نايس ايم. يا اخي ربي عم بيشتغل شغل صح، بس معنا شيلي بالجيم. مين بياخذ شيلي؟ ريلاكس ريلاكس. لا لا ما اريد اموت ما اريد اموت ما اريد اموت ما اريد اموت. لا 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 ريلاكس 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 ريلاكس. بس لازم يقتل بارلي، انه بارلي هو مع جواهر. بس ما هيك لساتنا احنا افضليه معنا بالجواهر. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جيييييز يا اخي قوة السكن يا شباب، قوة السكن هاي اسمها قوة السكن. هذا ما هو انه اي سكن. لا لا يا شباب ترى توني عم طبل لكم انكم انتم مقرينين. لا معلش نرجع معلش نرجع شيلي. شوف 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 اوب 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 شيلي. لا بليز نايس اوكي خلاص فينا نفوز. معلش معلش فوز شباب معلش فوز. دود ليتس جو. اخي بدكم رأي؟ بدكم رأي ميمي شباب؟ عن جد بدكم رأي بهذا السكن؟ السكن من برا كتير رهيب، افكتات السكن كتير رهيبة، عاملين افكت للضرب العادي كأنه مربع كبير او دائرة كبيرة، عاملين افكت للضربات العادية لضربات السوبر يعني طلقات تبيت السوبر، يعني حرفيا السكن كتير كتير متعوب عليه وبيستاهل اقل شيء 150 جوهرة، اقل شيء 150 جوهرة، انه عن جد فيه كل شيء. والحمد لله سوبر سيل عطنا سكن ببلاش، سكن هيك حلو ببلاش. فشكرا لسوبر سيل، شكرا لتواجدكم بهذا الفيديو، اذا ما وصلت لهذا الحد من الفيديو فانت شخص كتير قوي، وبس شباب هذا الفيديو مش عارف فور شادي. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني برم برم.